لبست فستان ب5 مليون جنيه من هي مذيعة حبر سري أسماء إبراهيم، ما كملتش 11 شهر وفسخت خطوبتها وعملت حفلة فيها تامر حسني ونادية الجندي، ولبست أغلى فستان ب5 مليون جنيه، واتقال عنها إنها عملت عمليات تجميل كتير رغم إنها نفدة بعد كده. أسماء إبراهيم اتولدت بمحافظة الإسكندرية ودرست في كلية الإعلام جامعة العلوم والتكنولوجيا، وبقت من أهم الشخصيات الإعلامية الشهيرة اللي قدرت إنها تعمل لها شعبية كبيرة في الوطن العربي ومصر في وقت قصير جدا، وقدمت مقابلات تلفزيونية لأهم النجوم. لكن أسماء اتعرفت إنها من أكتر الأشخاص المتابعين والمدافعين عن القضية الفلسطينية، فكانت بترفض تقول اسم إسرائيل على فلسطين في برامجها، ده في مرة حصلت مشكلة كبيرة مع حد من مدرسينها بسبب القضية الفلسطينية سنة 2003، وقتها أثارت ضجة كبيرة جدا. المفاجأة بقى إن بدأت أسماء مشوارها الإعلامي ببرنامجين صغيرين، ولكنها ما حققتش النجاح اللي كانت عايزاه، وقالت إنها كانت بتتعلم من البرامج الصغيرة دي، ومن بين البرامج الصغيرة دي هو برنامج العيد أحلى على قناة صدى البلد سنة 2021، ومن بعدها راحت قناة القاهرة والناس في أواخر سنة 2021 وقدمت برنامجها حبر سري، وبعدها قدمت منه نسخة مميزة في رمضان وقدمت فيها عدد كبير من كبار النجوم زي محمود الليثي وإسلام إبراهيم وأحمد السعداني وأحمد صلاح حسني وأمير كرارة وكهربا وحسن الرداد وهالة سرحان وشيرين رضا وعمرو يوسف. ومن كام يوم أعلنت الإعلامية أسماء إبراهيم عن فسخ خطوبتها من المطرب موسى بعد 11 شهر من إعلان خطوبتهم اللي تمت في حفلة عائلية جمعت الأهل والأصدقاء، وكان إعلان الخطوبة في الوقت اللي هتقدم فيه الحلقة الأولى من الموسم الثالث لبرنامجها اللي كان ضيف حلقته الأولى المطرب مصطفى كامل. وكتبت أسماء إبراهيم على حسابها الشخصي على الإنستجرام: كل شيء اسمه ونصيب، تم الانفصال بيني وبين موسى وهو إنسان محترم ربنا يكرم الجميع بسبب إنه حصل ما بينهم شوية خلافات. المطرب موسى حقق شهرة في السوق الخليجي من الحفلات اللي أحياها هناك في الفترة الأخيرة قبل طرح الألبوم الأخير في عالم الغناء بالأسواق اللي نزل باسم حد جامد، وقعد موسى يجهز له لمدة 2 سنين. أسماء إبراهيم من عشاق لبس البراندات، ففي حفلة إيمي جالا في دورته التالتة اللي تم عقده بدبي لبست فستان تجاوز $170,000 وهو أغلى فستان في الحفل، يعني كانت لابسة فستان ب5 مليون جنيه. وإطلالتها في الحفلة كانت بتوقيع دار الأزياء العالمية ديور، ونشرت على صفحتها على الفيسبوك فيديو تشويقي ليها وهي بتقوم بالاستعداد للحفلة وبتستعرض فستانها وشنطتها. وكانت أسماء إبراهيم منفردة بإطلالتها الأنيقة والمميزة اللي كانت بتبرز جمالها وأنوثتها، فظهرت بفستان لونه موف واختارت لون شعر غامق عشان يتناسب مع فخامة الإطلالة ومكياج هادي وإكسسوارات بسيطة. أسماء إبراهيم كانت في حفل إيمي جالا بعد اختيارها باعتبارها المذيعة المصرية الوحيدة اللي بتقدم أهم فقرات الحفلة، وتكريم أبلة فهيدة مع رئيس المهرجان الدكتور ميشيل فاضل. وقعدت الإعلامية أسماء إبراهيم في دبي عشان تحضر عدد من المفاجآت لجمهورها، واللي أكدت إنها تكشف عنها قريب بعد نجاح الموسم الأخير من برنامجها حبر سري اللي تم عرضه في شهر رمضان وحقق نجاح كبير.